أهلا بكم في تواصل دوت كوم والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. اشتكى نازحو قضاء جرف الصخر في مخيم عامرية الفلوجة من استمرار استغلالهم من قبل شركاء العملية السياسية لغرض الدعاية الانتخابية، وقال النازحون بأنه بدلا من توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين والمطالبة بحقهم في العودة إلى مناطقهم في جرف الصخر وتسهيل الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، يستثمر نواب ومرشحون قضيتهم بين الفينة والأخرى لغايات الدعاية الانتخابية. دعونا نتابع هذا المقطع. احنا نازحين من جرف الصخر صار لنا 6 سنين، وهاي السنة السابعة، لا جانا مسؤول وقال ايش محتاجين ما محتاجين، لا جتنا دولة وقال ايش محتاجين ما محتاجين، وهسه لو تدري ضيم حالنا ما جرانا احنا بالنسبة لنا، خاصة النازحين جرف الصخر او العويسات هم حالهم حالنا. بالنسبه ان تطفي الكهرباء اقسم لك بالله، جهنم، مو هيك، مو جهنم، لا قضاء لا دواء. هاي طبيب اكو عالم، الطفل شنو ذنبه؟ والله العظيم واحد شنق نفسه، من ورا من؟ من ورا الحر هذا وشنق نفسه ودفنه الله وكلك ذاك وين يسمع حسك. احنا نازحين جرف الصخر، يعني صار لنا اليوم تقريبا 7 سنوات الى 8 سنوات، ما حد دعانا ولا حد راجعنا ولا حسل عنا، لا من سياسيين ولا من اي واحد. وبس وقت الانتخابات، يعني مصر الانتخابات كل 4 سنوات يجي مال النازحين، والله احنا تعال يعني شو اسمه راح ارجعكم، مو ارجعكم ولا شيء، بس وقت الانتخابات يجونا ما يعرفونا لا بزينه ولا بشينه. ماكو سياسه فاتنا، ما فات منطقتنا وما فاتنا بجرف الصخر، ما فات المناطق الموجوده، بس بالانتخابات دعايه يجي كان حط 4-5 وياه، تعرف انت يطيف كم دينار يثقفوا له ثقافه يسمونها ثقافه الانتخابات هاي. ومن يصير الانتخابات بعد ما حيشوفك 4 سنوات. ناشطون من جانبهم استغربوا من الوعود التي أطلقها تحالف عزم حول إعادة أهالي جرف الصخر لمناطقهم والصلاة عيد الأضحى المبارك في جرف الصخر. القيادي بالتحالف محمد الكربولي قال بتصريح تلفزيوني بأنه الأعياد كثيرة ولم نحدد أي عيد، في مزحة أثارت سخط الشارع العراقي وغضبه. دعونا نشاهد التصريح قبل الانتقال لاستعراض بعض التعليقات. جرف الصخر إعلان أنه راح يصلون بالعيد، مو هواي اكو عيد، ما حددنا يعني ابن عم اسمع عيد ما حددنا يعني شنو اللي صار. يعني حقيقة كانت هنالك ممكن مباحثات في عملية إرجاع جرف الصخر، ولا تزال هذه المباحثات زين. أي ما أعرف هم صار بها تلكؤ، لم تلكؤ أي يعني الصلاة تأجلت يمكن صلاة إيه حقيقة يعني شوف وين يصلي إذا ما شاف أحد يعني، وهذا أقول لك هذا عملية العرقلة اللي هي لا من مصلحة أي بلد. نذهب إلى تعليقات الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي. أبو أحمد علق وقال أوامر إيرانية والذيول هم يمنعون عودتهم إلى ديارهم، وحكومة الكاظمي ليس لديه السلطة في العراق. أما ليث قال خلوها ببالكم، كل ما تأجل موعد الانتخابات يتأجل وياها عودة النازحين، خطية مصالح تأخر مصالح والفقير واقع بها. أما آيات فيقول بالمعنى بأنها كلها دعايات انتخابية ووعود كاذبة لا غير من أجل كسب الأصوات. مصطفى قال من يرجعون من الجامع خلي خابروني أجيب لهم كاهي وجيمر عرب. يقول نذهب إلى ملف آخر في العراق. أثار مقطع مصور لضابط بوزارة الداخلية مع زوجته وهما يقومان بإطلاق العيارات النارية خلال مناسبة في العاصمة بغداد، أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وكيف لضابط في الداخلية يفترض بأنه رجل قانون لكنه يخرق القانون، وكيف به أن يحاسب مواطنين يقومون بخرق القانون وهو يخرق القانون؟ فكيف يكون حاميا للقانون؟ تساءل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. الأمر الذي أجبر الضابط على نشر مقطع آخر يدعي فيه بأن السلاح المستخدم لا يقوم بإطلاق الرصاص الحي بل هو مسدس صوتي. دعونا نتابع هذا المقطع. قبل يوم 3 نشر بمواقع التواصل
انه عرس وضارب طلقات وكاتل مدري منو. اخوان هذا المسدس اللي رميت بيه اناني وزوجتي وهاي طلقاتي. مسدسات صوتيه انا ما جاوبت في وقتها، لكن هسه دا اشوف لكم اياها، ما يحتاج ابرر لكم. بس هسه لا صار يحتاج. هاي المسدسات الصوتيه. وزير الداخلية من جانبه وبسبب تحول الموضوع إلى قضية رأي عام، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضابط وإيداعه التوقيف في محاولة لامتصاص غضب الرأي العام. طبعا ظاهرة إطلاق النار في المناسبات والعراضات العشائرية تتسبب بمعاناة كبيرة لمن تسقط عليه الرصاصات، حيث أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم مع حالة جرى تداولها لطفل من مدينة الصدر الشرقي العاصمة بغداد بعد إصابته برصاصة طائشة، وحديث والده المفجوع بما حل بابنه. دعونا نتابع. هاي جماعة الله من العشوائي، الله يقبل لكم محمد. طفل يلعب في الشارع، طفل يلعب في الشارع تجددهم بذلك، يعني لو جاي براسه أنا كذبه العشائر. أنتم الخيرة أنتم أبين تبعدون واضح من هاي وبس انتم وبس شدادين رايه وشدادين هاي. الله يقبل لكم محمد. انا اشد الحكومه الشرفات سوى حل هذا الرمي، رمي العشوائي. ما جيت تصدر احنا هذا الرمي، هذا شنو ذنب هذا الرمي؟ شنو ذنب؟ هو جاي ابراس، شنو ذنب؟ هو جاي ابراس. الله يقبل محمد، الله يتقم على روسه. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول استمرار ظاهرة إطلاق النار، إن كان من الناس العاديين المواطنين أو من بعض الضباط في وزارة الداخلية والدفاع أو المؤسسات الأمنية. فايز علق وقال: واحد من تلاميذي إجت فترة ما داوم عندي، يقول من استفسرت طلع أخوه الصغير واقع عليه طلقة عشوائية وميت، يقول الله ينتقم من كان السبب. أما ضيافة يقول: لو أكو دولة وسيادة كان ما حد رمى طلقة بس بلد تايه، الله وكيلك بس على الفقير. عباس قال: يجب تجريم الرمي العشوائي وجعله قتل عمد قاصد متقصد ويحكم بأقصى عقوبة. أما عباس فيقول: من أمن العقوبة أساء الأدب، الله ينتقم من كل من يروع العوائل بالرمي العشوائي. إلى ملف آخر، وفي العراق أيضا أحد عاملي النظافة وثق شكواه بمقطع فيديوي حول تأخر صرف رواتبه ونحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، وحقق هذا المقطع انتشارا كبيرا ونسب مشاهدات عالية في منصات التواصل الاجتماعي لا سيما على صفحة قناة الرافدين على فيسبوك. أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم مع هذه الشريحة في ظل إمعان الحكومة بتهميشها. فنتابع. خلي يشوف الشعب العراقي مظلومية العامل النظافة، وخلي يشوف عامل النظافة إيش قد يستلم وإيش قد يعني كم يوم. هاي الكيكار صار لها سنة صار لها، ها شوفوها أعطونا إياها صار لها سنة. كل العمال النظافة بالعراق قالوا هذا اللي يقبضون به بس راتب هذا اللي يقبضون لحد الآن ما مفعلينها. واليوم إيش قد بالشهر؟ اليوم 16 مدري 17 ذاك الشهر ما مطينا يا يعني. يا ادري يا دوله ما ادري انا اشد بالعكس يعني لا مفعلين الكيكات ولا مطينا الراتب ومخلين هيك عمال النظافه هذا احتفل بهم. هذول عمال النظافه يشيلون زباله راعيه ما نعطيهم راتب غير هو هيك هذا الحكي. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحكومة وبدلا من الاستجابة لهذه الشكوى هددت بفصل هذا العامل من العمل، وذلك لأنه طالب كما شاهدتم براتبه الشهري، في وقت أكد شهود عيان بأن دائرة البلدية التي يعمل بها هذا الشاب تدار من قبل التيار الصدري المتهم بسرقة رواتب العاملين البسطاء من الدوائر البلدية كما يقول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع هذا المقطع. جاني المسؤول يقول لي: بعد اخوك انت شو مسوي؟ انت شو مسوي؟ قال كلها تدور عليه. شنو كلها تدور عليه؟ قلت له: واحد انا رجل دجاجه ما حلن. يقول لي: المسؤوله والمسؤول الاكبر من هذا وفلان وفلان كلها تدور عليك بالاقسام. قلت له: ايه غير افتهم شو مسوي؟ والله العظيم
قال لي انت منزل يعني فيديوهات وتقول اريد كمامات واريد يعني جفوف وتريد وتريد. قلت له هذا حق مشروع؟ قال لي اخوي لا حق مشروع ولا هاي. قال لي بطل من فيديوهاتك. الحاله شنو شو اسوي؟ قال لي بطل من فيديوهاتك. قال لي لا يبطلونك، بطل من فيديوهاتك، انا علي نبهتك. إلى تفاعل الجمهور العراقي حول حادثة عامل النظافة، هذا جبار قال هذا ليس بلد، هذا جحيم، أصبح اللصوص والسراق هم من يديرون مقدرات البلد. زهراء قالت تروح لك فدوى الحكومة والبرلمان كلهم والأحزاب وأتباعهم. أما عدنان فيقول وين أخو عماد موغال، جيت من أجل الفقير لعدوانة، حتشيك ذاك وزماطك إنه أنت نايم قاعد يا رئيس الوزراء، يا دولة ليش هيكي، ليش إلى الله المشتكى. أما كنارة فقالت الله لا ينطيكم لا صحة ولا عافية لكم، ولكم قادرين على الفقراء، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تصير شارة للفقير. نعم. ملف آخر ونذهب إلى الأحواز. يعاني سكان الأحواز المحتلة مؤخرا من أزمة مياه خانقة، حيث يتهم الأهالي نظام الولي الفقيه بطهران بنقل مياههم إلى مناطق أخرى فضلا عن بناء السدود على الأنهار، وهو ما خلق مشكلة في تأمين المياه ونفوق حيواناتهم وجفاف مزارعهم. دعونا نتابع هذا المقطع. يومية نط تلفية ثلاثة أربعة موتن مترجيكم رجاء، البي غيرة يهدنا ماي، يهدنا ماي الحلالنا، مترجيكم رجاء هذا الحلال شوفوه موت انتهى بعد. طيب احنا وين نولي؟ وين نط وجوهنا؟ نترجيكم اي مسؤول يشوف هاي الحاله وبي غيره يشيل روحه ويتهن ماي. مترجيكم رجع هسه قاعد اشرب دوابنا من الخيس وتموت، هسه يوميا جربنا وحده، هسه وصلنا خمسه لو سته، انا بيت واحد شخصيا، انا بيت واحد وليش الله يرضى بنادى نسل الميت هذا. والسلام عليكم. نعم، نبقى في ملف الأحواز. هذه هي الممارسات العنصرية التي ينفذها نظام الولي الفقيه بزعامة المرشد الإيراني علي خامنئي، دفع السكان الأحواز إلى الانتفاضة، والمفارقة كانت في استعارة هتافات ثورة تشرين في انتفاضتهم، وفي مقدمتها هتاف باسم الدين باغونة الحرامية. فنتابع. خلال هذه التظاهرات أطلق النظام الإيراني، ولأن سقف الهتاف مرتفع شهدت هذه التظاهرات قمعا كبيرا لا يقل وحشية عما حدث في العراق. قامت القوات الحكومية الشرطة الإيرانية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الأحواز، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى. فنتابع. غاز شكاور طقوا عيكم عيكم ذبها بالجوب. طبعا تفاعل أهالي الأحواز والعرب على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ وسم الأحواز تنتفض. دعونا نقرأ بعض التغريدات تحت هذا الوسم. فارس نبيل بغدادي غرد وقال أتمنى أشوف الكل يكتب على الأحواز حقها علينا وقضيتنا وحدة واحدة، الأحواز تنتفض، عاشت الأحواز حرة عربية. صالح قال أهلنا الغالين في بلاد العرب
المغصوبة الأحواز تجرعوا كل صنوف العذاب على مر السنين ومنعوا من ثقافتهم وأبسط حقوقهم الدالة على عروبتهم. نهبت أرضهم الغنية بالطاقة والأنهار ويعيشون اليوم كأفقر محافظات إيران أقل الواجب في دعم صوتهم وانتفاضتهم الباسلة. محمد غرد وقال: ساندوا شعب الأحواز العربي وارفعوا صوته عاليا، فالنظام الإيراني المحتل سوف لن يترك لهم باقية. أما لوير إيمان فقالت المحامية إيمان قالت: مشاهد القمع التي تصلنا من مظاهرات الأحواز هي ذاتها الطريقة التي يقمع بها العراقيون في مظاهراتهم، وهذه دلالة واضحة على أن أوامر القمع والقتل مصدرها واحد، وهذا مؤشر واضح على أن الطرف الثالث في العراق هو الطرف الأول في إيران. الأحواز تنتفض. نذهب إلى أنت ترى. يعاني أبناء منطقة المعامل التابعة لبغداد من احتراق النفايات التي تلقي بها بلديات المناطق الأخرى بمنطقتهم دون مراعاة لوجود السكان بالقرب من هذه الأماكن، والتلوث الناجم من احتراق هذه النفايات بسبب ارتفاع درجات الحرارة. هذا الفيديو وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء. دعونا نشاهد. هاي النار شوف صعدت على البيوت مع العالم، هاي انغاد، هاي حرقت، ما يعرف شو انحرق. والله هسه الجهال هاي تاريخ ونساء. اليوم بتاريخ 19/7/2021 يوم الاثنين قبل عيد الاضحى المبارك. دعوة إلى كل الخيرين وشيوخ عشائر وشباب ومثقفين وأساتذة ورياضيين ورجال الأمن الوطني ورجال القانون وهيئة النزاهة في المعامل، قضاء الزوراء منكوب خدميا وصحيا وإعلاميا، وكل هذا الدخان والحرائق اللي يصير بالنفايات كلها مخلفات اللي تركتها بلدية الغدير وبلدية بغداد الجديدة وقسم المعامل البلدي أيضا. طبعا هم ما يعملون بالسياقات المعمول بها عالميا، كبس النفايات وتدويرها الى متى تموت اطفالنا واولادنا ونساؤنا. يا اخوان بطلنا، ما نريد مي، نشتري بطاله، كهرباء هم ما نريد، نشغل مولدات، نريد بس هوا نقي نشتم. الله اكبر، هوا نقي ماكو. أهلا بكم من جديد. وصلتنا هذه الرسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها: نحن مجموعة من الطلاب الأوائل، صدر قرار بتوظيفنا من مجلس النواب وفقا للقانون 67، وإلى الآن لا يوجد أي خبر عن أي تعيينات، علما بأن القرار طبق على بعض الأوائل بحكم علاقاتهم ببعض النواب. نرجو منكم إيصال المناشدة لأننا نعاني منذ أكثر من 7 أشهر بدون أي حل، ونعاني من تخبطات مجلس الخدمة الاتحادي وإعلاناته المتناقضة. نذهب إلى الهاشتاج. أطلق مغردون واسم خامنئي يحرق العراق للدلالة على وقوف النظام الإيراني والميليشيات الولائية خلف سلسلة الحرائق التي يشهدها العراق، لا سيما حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية والتي راح ضحيته العشرات قبل أيام. دعونا نستعرض عددا من التغريدات تحت هذا الوسم. قالت رغد قالت: شنو السالفة؟ شنو قصة الحرائق بالمعامل بالدوائر بالجامعات بالمستشفيات؟ خامنئي يحرق العراق. أما حنان فقالت: في غوغاء عام 1991 خرج أتباع إيران وهتفوا ماك ولي إلا علي والريد حاكم جعفري والنجدة يا إيران، جاءهم الحاكم الجعفري القادم من إيران أذاقهم المرار. أما علي فغرد وقال: عندما يمسك بالقلم جاهل وبالبندقية مجرم وبالسلطة خائن وعلى المنبر فاجر، يتحول الوطن إلى غابة لا تصلح لحياة البشر. هذا عن العراق أتكلم.
أما ياسر فقال الدجالون يقتلون الشعب، خامنئي يحرق العراق. نذهب إلى القصص المنوعة. أدى المسلمون اليوم ركن الحج الأعظم بعد صعودهم على جبل عرفات، وكان موسم هذا الحج مقتصرا على المواطنين السعوديين وعلى المقيمين فقط، بلغ عددهم تقريبا 36,000. لكن لماذا سمي هذا الجبل بهذا الاسم؟ التفاصيل في سياق التقرير الآتي، فلنتابع. كل عام وأنتم بألف خير. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.